ضمن الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 المتمثلة في محور البيئة والموارد الطبيعية ومحور تنمية المحافظات والمدن المستدامة، انطلقت النسخة الثالثة من أعمال المؤتمر العربي للمدن المستدامة في صلالة تحت عنوان المدن والاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات موسم خريف ظفار لعام 2022. رأى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. تأتي هذا المؤتمر بشعار المدن والاقتصاد الأخضر، كون الاقتصاد الأخضر هو عصب المدن المستدامة، لأنه ينقل مستوى العيش في الاقتصاد إجمالا من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الأخضر والدائري الذي يأخذ البعد البيئي والموارد الطبيعية في الاعتبار ويحقق الرفاه الإنساني وكذلك الرفاه البيئي. احنا الآن نعيش الحقيقة تغيرات مناخية، البيئة بدأت تتغير، وأعتقد أنه هذا يفترض أن يكون هاجس لإدارات المدن والباحثين والخبراء في الحقيقة توجيه مدننا إلى أن تكون صالحة للسكن بيئيا، هذا أولا. ثانيا، تنمية الحقيقة المدن بواسطة يعني الطاقة البديلة وبالاستفادة من المكتسبات داخل المدن. ويقدم المؤتمر 5 جلسات رئيسية حول حوكمة المدن المستدامة والمدن المستدامة كمورد للاقتصاد الأخضر والطاقة بين الكفاءة والتطور التقني والإدارة المتكاملة في المدن المستدامة وتوجهات مجتمعية نحو الاقتصاد الأخضر. الحقيقة في موضوع مهم جدا هو مسألة الحوكمة وكيف تدار عملية المدن المستدامة والاقتصاد الأخضر، كيف يتم الإدارة بالتشارك مع الحكومة المركزية وأيضا مع المحافظات، وإحنا خاصة في محافظة مهمة زي محافظة ظفار وكمان في مدينة صلالة، فدي أمور مهمة جدا. التوصيات طبعا اللي ممكن إحنا نخرج بها هي مسألة وجود إطار للحوكمة الرشيدة اللي تدعم تنمية المدن المستدامة وتنمية أيضا المدن الذكية. يشهد المؤتمر 20 عرضا تقديميا ومختبرا للتوصيات، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية والنقاشية واستعراض أهم التجارب المحلية والإقليمية والعالمية، بمشاركة واسعة من 25 خبيرا ومستشارا في قطاعات الاقتصاد والبيئة والمدن المستدامة من داخل سلطنة عمان وخارجها من مختلف الدول العربية الشقيقة. راح أقدم ورقة عمل بتقنية توفير المياه لزراعة الأشجار المحلية في محافظة ظفار. المؤثرات البيئية والبشرية التي شهدتها المنطقة خلال ال4 عقود الماضية سببت في تزايد الضغط السكاني على الموارد الطبيعية، منها تقلصت مساحات الغابات بشكل متسارع في قبال المحافظة. ومن المؤمل الخروج بنتائج وتوصيات داعمة لمدن عربية مستدامة بالاقتصاد الأخضر بعد استعراض أوراق العمل والجلسات النقاشية التي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين خلال أعمال المؤتمر. من محافظة ظفار، حسين بن علي حردان.